السلام عليكم، أسعد الله يومكم كل أوقاتكم يا رب. اليوم بإذن الله حسوي معاكم كيكة تمر صحية للدايت لمرضى السكر ولذيذة بإذن الله. لما تجربوها ما راح تسووا إلا هذه الطريقة. هنا عندي كاسة تمر فصصته، شلت منه النوى. تستعملي إما الكوب المعياري أو نفس الكوب في كل المقدار عشان يجي عندك الكيكة مضبوطة. بعد ما فصصته حطيت عليه ربع كاسة موية مغلية وملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. فايدة البيكربونات إنها تخلي التمر ينهرس، يعني خليته تقريبا 20 دقيقة وبعدين بالشوكة كده هرسته بسرعة انهرس زي ما انتو شايفين. ضفت عليه ربع كاسة زيت زيتون ونص كاسة عسل، وبعدين ضفت ملعقة بيكنج باودر. أخس شيء إنك تحطي المقادير وإنتي على بالك إن الكاميرا شغالة وما تكون شغالة. ضفت ملعقة بيكنج باودر، وهذا شايفين فنجان القهوة التركي، ضفت ملعقة صغيرة نسكافة ونص الفنجان موية. حليته وصبيته على المقدار وضفت رشة ملح. طيب هنا البيكنج باودر حطيت ملعقة زي ما قلت لكم، حأكتب المكونات في صندوق الوصف. خلاص خلطت المكونات هذه اللي حطيتها في العجانة. هنا حأضيف حبة بيضة، وكمان حأضيف اللهم صل على النبي كاسة وربع دقيق وملعقة قرفة، ملعقة مليانة قرفة، وكاسة وربع دقيق منخول طبعا. خلاص وأرجع أخلط هذه المكونات. هنا جهزت الصينية، فرشتها بورق الزبدة، شغلت الفرن طبعا على حرارة 180. أساوي الخليط عشان ما يجي مرتفع من جهة وجهة لا، وأتركه. أخذت معايا 40 دقيقة. طبعا أول شيء من تحت وبعدين حمرت وجهها من فوق. شايفين ما شاء الله ريحة المطبخ كله قرفة وتمر وهشة ما شاء الله وطرية. خرجتها على الشبك هذا عشان تأخذ راحتها وتبرد إلين أزينها. أحب أنا ورق الزبدة صراحة يخلي الكيكة كلها لون واحد. لما أسوي بالتبطين اللي هو دقيق وزيت يصير فيه طبقة، لكن ورق الزبدة لا، يعطيني نتيجة حلوة لون واحد للكيكة كلها. هنا حطيتها في الصحن بعد ما بردت عشان أزينها. طبعا ما نبغى كراميل ولا توفي ولا شيء، أبغاها صحية 100%. فحبيت أني أزين وجهها بدبس التمر. ممكن تحطي في داخلها أثناء الخلط تحطي مكسرات يجي معاها حلو، بس أنا ما يحب عيالي فما حبيت أني أحطه ويرجعوا يخرجوه. ممكن تحطي شوكولاتة هيرشي اللي هي الدارك، بس أنا فضلت داخلها يكون سادة. هنا حطيت عين الجمل أو جوز بعد ما كسرته كذا قطعة كبيرة. زينت الوجه بلوز، تزيني بفستق اللي يريحك. بوريكم كيف هشاشتها من جوا، صراحة لذيذة لذيذة لذيذة. يعني أنا قلت ممكن زيت الزيتون يخلي فيها طعم، لا أبدا أبدا ما في طعم، لا فيها طعم زيت الزيتون. شايفين هشاشتها كيف، حتى ما قلت لعيالي إنه فيها زيت زيتون وعسل إلا بعد ما أكلوا عجبتهم. قلت لهم إنه فيها كذا وكذا عشان يعرفوا إنه زيت الزيتون والعسل حلو، يعني مو شيء مو طيب يتقرفوا منه أو شيء. هنا صايمة الحمد لله ربي قدرني، خلصت الست والقضى كله. حطيت لي قطعة مع ثلاجة قشر وقعدت أتقهوى عليها بعد ما أفطرت. ما يحتاج أقول لكم طعمها باين من المقطع إنه خلصت الصحن، يعني أكيد لذيذة. بإذن الله حتجربوها وتعجبكم وتدمنوا عليها. وعلينا وعليكم بألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله.